السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل المحافظة رقم 6 من محافظات الجبر لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وهي محافظة الغربية. سبق وحلينا أول 5 محافظات في الجبر وأول 5 محافظات في الهندسة، وزي ما احنا متفقين بنزل لك في نفس اليوم محافظة جبر ومحافظة هندسة، فبإذن الله ينزل لك رقم 6 في الجبر ورقم 6 في الهندسة بإذن الله. يبقى احنا كده حلينا 12 محافظة، 6 و6 40 محافظة، واحنا ماشيين بالترتيب وما تقلقش. المحافظات دي مش بالسرعة، مش اللي يحلها الأول، مش اللي يخلصها الأول، لأ بالعكس، أنت تذاكر وتبدأ تحل كل يوم محافظة ومحافظة. لو أنت عملت كده المنهج هيكون حاضر في ذهنك وبإذن الله تستفيد منه أقصى استفادة. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي في الحل. جميل. السؤال ده يا باشمهندس رقم 1 بيقول لي إذا كانت الدالة من ح إلى ح، خلي بالك قلنا ده المجال وده المجال المقابل، حيث دالة س بتساوي أ س زائد ب تمثل دالة خطية، بشرط إن الألف ده بينتمي لإيه؟ ركز معايا. أنا قلت لك لازم عشان تكون الدالة بتاعتي خطية يا باشمهندس، وركز في الكلام اللي أنا بقوله، لازم يكون السين دي موجودة والأس بتاعها واحد، ركز من كلمة موجودة والأس واحد. فأنا هبدأ أشوف الشروط يا باشمهندس. جميل. هل الالف لو بينتمي لح؟ طب ما ح دي فيها كل الاعداد، جميل، بس فيها الصفر، فانا لو حطيت الالف بصفر، ما هو صفر بسين هيطير لي السين، يفضل لي باء بس، دي اصبحت داله ثابته. فهنا يا باشمهندس لو هي ح ما ينفعش. طب ح الموجبه، واحد هيقول لي يا باشمهندس دلوقتي انا ح الموجبه دي بالنسبه لي ما فيهاش الصفر، صح؟ من الصفر لحد قيمه ثانيه، اقول له تمام. طيب بيقول لي ح ما عدا الصفر وح السالب. تعالى بقى يا باشمهندس نشوف الكلام ده، هو انا ينفع اعوض بحاجه موجبه بس؟ هتقول لي يا باشمهندس ده ما فيهاش الصفر، هقول لك لا، ما انت ينفع هنا الشرط بتاعك ان احنا نعوض بقيم سالبه، هو انا لازم اعوض بقيم موجبه بس؟ انت بتحكمني كده، فدي برضو تنفعش ودي كده ما تنفعش، وحاجه سالبه نفس الفكره، انت بتحكمني اعوض بقيم سالبه وينفع اعوض بقيم موجبه، فالاختيار الصح كل الاعداد ما عدا الصفر. ليه؟ زي ما قلنا الصفر هيطير السين فيخليها لي داله ثابته، وافهم الكلام ده لانه مهم جدا جدا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الرابع المتناسب للاعداد 4 12 16، جميل جدا. هبدا اشتغل يا باشمهندس على مساله بكل سهوله. الرابع المتناسب يبقى هو الاول على الثاني، يعني 4 على ال 12 بيساوي الثالث على الرابع اللي هو عايزه وليكن س، جميل جدا. اعملها بالاله الحاسبه، مقص بالشكل ده كده، س بتساوي العددين اللي قصاد بعض 12 في 16 على العدد اللي لوحده، او انا بحب اختصر كده على 4 في الواحد على 4 في ال 4، يبقى س في 1 ب س 4 في 12 ب 48، ونفس الفكره هنا على 4 في الواحد على 4 في ال 4 4 في 12 ب 48، يبقى الرابع المتناسب بالنسبه لي هو 48 اللي هو الاختيار رقم ج. وتعالى يلا نشوف السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 3 بيقول لي اذا كان الاجر الاسبوعي بالجنيهات لمجموعه من العمال في احد المصانع كذا وكذا وكذا، فان الاجر الوسيط، وهنا بسالك على الوسيط وده من تراكمي ثاني اعدادي. قلنا الوسيط هو القيمه اللي بتتوسط الارقام بعد الترتيب، فانا هرتبهم يا باشمهندس من الصغير للكبير، ولو جيت لاحظت 170 180 180 230 240 هم مترتبين يا باشمهندس. جميل. فكنا بنعمل حركة ظريفة، بنحذف واحد من الشمال وواحد من اليمين. تعالى بس اكتبهم لك عشان تبقى واضحة معاك الصورة. 170 180 180 230 240. بص عشان تجيب الوسيط بتحذف واحد من على اليمين واحد من على الشمال، واحد من على اليمين واحد من على الشمال، فضل كام؟ ال 180، يبقى الوسيط 180. طب قلنا لما كنا بنحذف واحد من على اليمين وواحد من على الشمال ويطلع لي في النص هنا فاضل 2، كنا بنجمعهم ونقسمهم على 2، ده الوسيط بتاع تاني اعدادي، اوعى تنسى. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذا كان س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 6، س في ص ب5، فان س زائد ص الكل تربيع. المساله دي حلها سهل جدا، كل اللي انت هتعمله هتفك ده، س تربيع طبعا مربع الاول يبقى س تربيع، زائد 2 في الاول في الثاني يبقى 2 في س ب ص يبقى 2 س ص، زائد الاخير تربيع يبقى ص تربيع. طب ما انا كده ممكن اكتبها س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 س ص. طب ما انت قلت لي ان س تربيع وص تربيع دي كده ب 16 زائد 2 في، انت قلت لي ان س ص ب 5، جميل، يبقى 6 زائد 2 في 5 ب 10 يبقى 6 و10 بيساوي 16، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ا. السؤال اللي بعد كده بيقول العلاقه التي تمثل تغيرا طرديا بين ص وس، قلنا يا باشمهندس لازم ان السين في طرف والصاد في طرف، هنا السين والصاد في
بالنسبه لي في نفس الطرف يبقى دي كده تغير عكسي. واحد هنا يقول لي يا باشمهندس ده صاد هنا في طرف وهنا السين في طرف، يبقى هي دي. قلت لك يا جدع لازم يكون ما بينهم علاقه ضرب، ما ينفعش جمع وطرح، فدي غلط. طب دي يا باشمهندس لو ضربت كده سين في 5 هتدي لي 5 سين، هيساوي صاد في 3 يبقى 3 صاد. لو جيت بصيت السين في طرف والصاد في طرف وما بينهم علاقه ضرب، يبقى الاختيار الصح هي دي. طب دي ليه ما تنفعش؟ لو ضربت كده مقص اصبح ان سين في صاد بيساوي 3 في 4 ب 12، برضو الاثنين يا باشمهندس في نفس الطرف، يبقى دي تغير عكسي. يبقى الاولى دي عكسي والاخيره عكسي، ودي كده علاقه بنسميها علاقه داله خطيه. جميل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذا كانت سين عباره عن 1 و3 و5 وكانت عين داله، شرط الداله ان انا اخد كل الارقام دي، وكان بيان عين بيساوي ألف وتلاتة بقى واحد واحد وخمسة، فإن القيمة العددية للمقدار. قلنا يا باشمهندس طالما ده لازم آخد التلات قيم دول أعوض بيهم. جيت بصيت هنا لقيته عوض بالواحد بس أهو، يبقى شيل الواحد، يبقى هو لازم غصب عنه عوض بالتلاتة والخمسة. فممكن يكون الألف بتلاتة والباء بخمسة، أو العكس الألف هو الخمسة والباء بتلاتة. يبقى أنا هجمع دول يا باشمهندس، الألف زائد الباء اللي هو خمسة زائد التلاتة يبقى تمانية. جميل جدا. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي اذا كانت س بكذا وص بكذا وكانت عين علاقه من كذا الى كذا، تعني دي بقى اللي تهمني. ألف هو المعكوس الضربي للعدد باء، خلي بالك ألف هو المعكوس الضربي للباء. جميل. عايز بيان العلاقه وامثلها بمخطط سهم وهي داله ولا لا ولماذا. جميل جدا، تعال نشوف كده بيان العلاقه. هعمل قوس مجموعات، السالب واحد معكوس الضربي نفسه اللي هو سالب واحد. جيب بصيت يا باشمهندس على الناحيه الثانيه مفيش فيه سالب واحد، فمش هعمل الصفر. محدش يستعجل ويقول لي المعكوس الضرب بتاعه صفر. قلنا الصفر ده يا باشمهندس ليس له معكوس ضربي، له معكوس جمعي فقط. طب الاثنين معكوسها الضرب طبعا دي 2 على 1، معكوسها الضرب شقلبها يبقى 1 على 2، يبقى دي بالنسبه لي 2 1 على 2. جميل. طيب من هنا الثلاثه معكوسها الضرب 1 على 3 لان دي 3 على 1 فموجوده، يبقى هنا الثلاثه معكوسها الضرب 1 على 3. كده خلصت يا باشمهندس البيان بتاعي. فبيقول لي مثلها بمخطط سهمي، اقول له حاضر، ارسم كده عمودين واحد للسين واحد للصاد بالشكل ده كده. السين احط فيها سالب واحد وصفر واتنين وتلاتة، والصاد احط فيها واحد وصفر ونص وتلت. جميل جدا. هبدأ اوصل بقى يا باشمهندس اللي انا استخدمته، انا استخدمت الاتنين مع النص، الاتنين مع النص والتلاتة مع التلت، بس كده يا باشمهندس ده اللي انا استخدمته. هل هي دالة ولا لا؟ اكيد ليست دالة. ليه يا باشمهندس؟ لأن ليس كل عنصر في س ارتبط بعنصر واحد من ص، أو ممكن تقول إن سالب واحد ما خرجش منه سهم، ليها أكتر من صيغة، اكتبها يا باشمهندس زي ما تحب. جميل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي من بيانات الجدول المقابل أجب على الأسئلة التامة، عايز نوع التغير بين س وص. قلنا يا باشمهندس أسهل حاجة أول ما يجي لك جدول تعمل حاجة بسيطة جدا جدا، إزاي؟ هتضرب السين في الصاد، لو فضلوا يديك نفس الرقم يبقى ده تغير عكسي. طب لو ما اداليش نفس الرقم يبقى تغير طردي، وكده انت ضحكت عليا. ازاي؟ هتضرب 2 في 6 اديتك كام؟ 12. طب 3 في 4 ب 12. طب 6 في 2 ب 12. طالما لما ضربت السين في الصاد اداك نفس الثابت يبقى اقول له نوع التغير ده عكسي. ليه؟ لو سالك مثلا لماذا تقول له لان دايما س في ص بيساوي 12. يعني س في ص بتساوي ثابت. يعني س في ص بتساوي م، ما هو الثابت اللي هو م. جميل. فبيقول لي انا عايز منك ثابت التناسب، لسه بقول لك اهو. ثابت التناسب اللي هو حاصل الضرب، اقول له ثابت التناسب عباره عن س في ص اللي هو هيساوي، اختار اي واحد، يبقى بيساوي 12. عايز منك قيمه الصاد لما الس ب 3. والله انا عرفت ان العلاقه س في ص بتساوي 12، فهشيل السين واحط 3، يبقى 3 في ص بيساوي 12. جميل. طب ما انا عايز الصاد، قلنا بنقسم الرقم اللي لوحده على الرقم اللي جنب الصاد، يبقى 12 على 3 بيساوي 4. يبقى قيمة الصاد بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 4. ويبقى انت كده مسألتك خلصت، برضه مسألة جميلة جدا جدا. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي إذا كان أ وباء وجيم ودال في تناسب متسلسل أثبت أن. جميل. تناسب متسلسل يا باشمهندس قلنا يبقى الألف على الباء طالما متسلسل، اللي ختمت بيه هنا أبدأ بيه اللي بعدها، يعني دي باء أحط باء هنا، وأدي جيم اللي انهيت به هنا ابدا به هنا، يبقى دي جيم ودي دال. خلصت يا باشمهندس لان اخر دال. بعد كده بنقول ثابت التناسب اللي هو مين. قلنا بعد كده اخر واحد من الاخر اللي قدام، ادي الجيم بتساوي المقام بتاعها في الثابت، يعني دال في مين. بعد كده بكتب الباء واكتب الالف، انا ماشي اهو من ورا لقدام، واكتب دال ميم واكتب دال ميم. طالما متسلسل زود واحد على الاس بتاع الميم، اهو جبت كده اللي انا استخدمه. فبيقول لي الف اللي هو دال ميم
أس 3 على باء اللي هي دال ميم أس 2 زائد الدال، طبعا ما فيش دال عندي، يبقى أدي الدال هيساوي أدي دال ميم أس 3 على هنا الدال أخدها عامل مشترك واشطب عليها كده، يفضل لي ميم تربيع زائد، طالما دي شطبت عليها ما فيش مكانها حاجة يبقى زائد 1. هنا الدال يا باشمهندس هتروح مع الدال، يبقى فاضل لي ميم أس 3، دي طبعا أس 3 على ميم تربيع زائد 1. تعالى بقى نشوف الطرف التاني. الطرف التاني هو جيم أس 3، الجيم اللي هي دال ميم وأحط لها أس 3 على جيم أس 2 اللي هي دال ميم وأحط لها أس 2 مضروبة في الدال زائد الدال أس 3. جميل جدا. قلنا يا باشمهندس أول ما بلاقي أس فوق القوس بص بحط واحد كده، واحد لو 100 مش عليها أس، وأقول له بيساوي وأنقل الدال والميم وأضرب واحد في 3 ب3، واحد في 3 ب3. جميل. على برضه دي نفس الفكرة، أدي الدال وأدي الميم، وما تنساش إن هي مضروبة في دال كمان، وأدي دال أس 3. يلا الواحد في 2 ب2، وهنا واحد في 2 برضه ب2. جميل. ده أصبحت دال أس 3 ميم أس 3 على دال أس 2 في دال في دال، خلي بالك دي دال بس، الميم هنا اللي هي على أس 2، دال أس 2 في دال يبقى دال أس 3 وهنا ميم أس 2 زائد دال أس 3. جميل. البسط ماليش دعوة بيه، دال أس 3 وميم أس 3. طب المقام الدال أس 3 مكررة، باخدها كده عامل مشترك وافتح قوس واشطب عليها، فضل من هنا ميم أس 2، وهنا طالما مش فاضل حاجة يبقى زائد 1. دي كده هتروح مع دي كده، يبقى يفضل لي ميم أس 3 على ميم أس 2 زائد 1، يبقى كده الطرف الأيسر بيساوي الطرف الأيمن، يبقى أنا أثبت له اللي هو عايزه. السؤال رقم بقى يا باشمهندس بيقول لي إذا كانت س بكذا وص بكذا وعين بكذا، نون س تربيع، قلنا أول ما نلاقي نون نعد. س فيها عنصر واحد يبقى أقول له نون س تربيع، طالما الس فيها عنصر واحد وطالما هنا 2 هنا 2، هنا 17 حط هنا 17، حط نفس الأس، يبقى 1 أس 2 ب1. بعد كده بص بقى، هنا دي علاقة ودي علاقة، بص أنا قلت لك بحدد علامة الضرب، أجيب اللي قبلها وأجيب اللي بعدها. عين فرق ص، اللي موجود في عين مش موجود في ص، اشطب على المشترك، بص الاتنين اللي موجودة هنا والاتنين موجودة هنا، يبقى اللي موجود في عين ومش موجود في ص الخمسة والستة، يبقى هو عايز نضرب المجموعة خمسة وستة مضروبة في س تقاطع عين، بص بقى س تقاطع عين، اللي موجود في س واللي موجود في عين، طبعا الس ما فيهاش ستة والعين فيها ستة، يبقى ستة بس. هضرب بقى ضرب ديكارتي، يبقى الخمسة هتروح مع الستة، وبعد كده الستة هتروح مع الستة، يبقى أنا كده يا باشمهندس ظبطت مسألتي وخلصت معايا. جميل جميل، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عددان صحيحان النسبة بينهما 2 إلى 3، وإذا أضيف للأول 7 وطرح منها الثاني 12 صارت النسبة بينهما 5 إلى 3، عايز العددين. أنا دلوقتي يا باشمهندس معايا عددين، هفرض مثلا إن هما س والتاني ص. بيقول ان النسبة بينهم 2 الى 3، يعني س على ص بيساوي ايه؟ بيساوي 2 على 3. فبيقول لي اذا اضيف للاول 7. جميل. على فكرة احنا ممكن نريح نفسنا واقول في ثابت التناسب اللي هو م، يبقى من هنا ان س بتساوي 2 في م ب2 م، والمقام طبعا احنا بنضاف في م م مش هتضر في حاجة. ص بتساوي 3 في م ب3 م، خليها على جنب. بيقول لي اذا اضيف للاول 7، دي س هضيف عليها 7 يبقى س زائد 7 على هنا هطرحها من التاني 12، التاني اللي هو ص هطرح منه 12، أصبحت النسبة يا باشمهندس 5 إلى 3. جميل. طيب بعد كده يا باشمهندس هعمل إيه؟ جميل. مش أنت جبت لي السين أهي ب 2 ميم، شيلها كده وحط 2 ميم، يبقى 2 ميم زائد 7. طب مش أنت جبت الصاب ب 3 ميم؟ أيوه، يبقى 3 ميم ناقص ال 12 هيساوي النسبة الجديدة اللي هي 5 على 3. جميل جدا. تعرف تضرب مقص، 2 في ميم 3 يبقى 6 ميم، 3 في 7 ب 21 بيساوي 5 ميم في 3 ميم في 5 يبقى 15 ميم، ناقص 12 في 5 ب 60، جمع لي الميمات في طرف فانا هودي ال 6 ميم هنا، يبقى دي 15 ميم، ال 6 ميم اتحركت يبقى سالب 6 ميم بيساوي، احرك دي كده، ال 21 ما اتحركتش، ال 60 سالب 60 اتحركت يبقى زائد 60. جميل. 15 ميم ناقص 6 ميم تديك كام؟ 9 ميم. بيساوي 21 و60 يعني 81، اقسم على 9 هنا وهنا يبقى الميم بتساوي 81 على 9 يبقى فيها 9، يبقى انا عرفت ان الميم ب 9. ارجع بقى للي انت فرضه، انت فرض ان س بتساوي كام؟ 2 ميم، صح؟ يعني 2 في 9 بكام؟ ب 19، يبقى العدد الاول 19. طيب الصاد ب 3 ميم يبقى 3 في 9 بكام؟ ب 27، يبقى العدد الثاني كام؟ 27. جميل جدا جميل جدا يا باشمهندس، وكده مسألتك خلصت، مسألة برضه فكرتها حلوة جدا جدا.
السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي اذا كانت الداله د حيث د س بتساوي 3 س زائد ناقص 6 ودي داله خطيه بيمثلها خط مستقيم بيمر بالنقطه دي، عايز قيمه الالف. جميل، طالما بيمر بالنقطه يبقى هي بتحقق المعادله. قلنا د س دي يا باشمهندس دايما بشيلها واحط ص بتساوي 3 س ناقص 6. بيقول لي ان النقطه ألف و2 ألف بتمر بيها، طب ما النقطه ألف دي اللي هي السين ودي اللي هي الصاد، فاشيل الصاد واحط 2 ألف بيساوي اشيل السين واحط ألف، يبقى 3 في ألف ب3 ألف وادي ناقص الست. جميل، هودي السالب 6 الناحيه الثانيه واجيب ال 2 ألف هنا. السالب 6 لما تروح الناحيه الثانيه تبقى موجب يبقى 6 ألف، ال 2 ألف لما تيجي هنا سالب 2 ألف ومعاها 3 ألف يبقى 3 ألف ناقص 2 ألف يبقى ألف واحد. يبقى كده جبت ان الالف بيساوي كام يا باشمهندس؟ الالف بيساوي 6. يبقى كده بالنسبة لي قيمة الألف بتساوي 6. بعد كده بيقول لي أنا عايز منك نقطة تقاطع الخط المستقيم من محور الصدام. طيب ما تيجي نكتب المعادلة، ص بتساوي 3 س ناقص الست. بيقول لي نقطة التقاطع مع محور الصدام يا باشمهندس يعني حط لي السين بصفر، فأقول له والله لما السين بصفر دي بتطير، أصبحت إن ص بسالب 6. طب ما إحنا لسه بنقول إن السين بصفر يبقى السين فيها صفر والصاد فيها سالب 6، يبقى النقطة بتاعتي يا باشمهندس هي 0 وسالب 6، يبقى النقطة بتاعتي 0 وسالب 6. جميل جدا. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي احسب الانحراف المعياري للبيانات الآتية، ده أسهل واحدة بالنسبة لي. قلنا أول حاجة بجيب السين شرطة، إيه هي السين شرطة؟ اللي هي مجموع القيم على عددهم بيساوي مجموع القيم ده يا باشمهندس كلها تعالى كده نجمعها 16 32 25 27 100 على عددهم 1 2 3 4 5، يبقى 5 100 على 5 فيها كام؟ ال 20. هبدا اقسم الجدول بتاعي، الجدول اسهل واحد بالنسبه لي اللي هو س، وبعد كده س ناقص الس بار، بعد كده س ناقص الس بار الكل ايه؟ تربيع. الس طبعا يا باشمهندس اللي هي القيم دي 16 32 25 27، وانا جبت السين بار قلت لك حطها فوقها كده ب 20، يبقى 16 ناقص 20 سالب 4، 32 ناقص 20 يبقى 12، 5 ناقص 20 يبقى سالب 15، 20 ناقص 20 يبقى 0، 27 ناقص 20 يبقى 7. بعد كده بربع ده، سالب 4 تربيع ب 16، 12 تربيع ب 144، سالب 15 تربيع ب 225، 0 تربيع ب 0، 7 تربيع ب 49. بعد كده يا باشمهندس انا بجمع العمود الاخير ده لان هو اللي يهمني. يبقى 16 و 144 و 225 و 49، طبعا الصفر ملوش لازمه، يبقى 4 3 4 434. هبدا احسب الانحراف المعياري اللي هو عباره عن مجموع السين ناقص السين بار الكل تربيع على عددهم اللي هو نون، هيساوي يا باشمهندس بالنسبه لي طبعا ده كله تحت الجذر، يبقى جذر ده كده 4 3 4 على عددهم اللي هم 1 2 3 4 5. تعالى بقى نحسب ده يا باشمهندس، يلا يبقى جذر شرط الكسر 4 3 4 على 5 طلعت معايا 9 و31، هو بيقول لي هنا مقربا الناتج لاقرب رقم عشري، طبعا اقرب رقم عشري الواحد مش هيدي التلاتة حاجه، يبقى 9 و3 من 10. يبقى بالنسبه لي الانحراف هنا يا باشمهندس 9 و3 من 10، ويبقى انك كده مسالتي خلصت. السؤال اللي بعده والاخير يا باشمهندس سؤال رسمه، قلنا لازم بيجي سؤال رسمه. بيقول لي يا باشمهندس بيقول لي مثل بيانين الداله د حيث د س بيساوي الكلام ده. جميل جدا، قلنا يا باشمهندس ما بتعبش نفسي بتتعامل على الاله، بكتب السين والصاد وبكتب القيم اللي هو عايزها، سالب 1 0 1 2 3 4 5. بعد كده بروح للاله بتاعتي يا باشمهندس وبكتب الدال. ازاي؟ قلنا بنخش على المود وبعدين رقم 7 اللي هو تيبل، بعد كده بكتب الداله، عندي قوس افتح قوس، عندي سين بكتبها ازاي؟ الفا، والقوس اليمين يعمل لي اكس، الاكس دي اللي هي السين، ناقص 2 اقفل القوس واعمل له تربيع واضغط يساوي. فبيقول لي بدايتك فين؟ بدايتي اللي هي اقل نقطه سالب 1، ونهايتك فين اللي هي اكبر نقطه اللي هي 5. الخطوه بتاعتك دايما بنسيبها 1، يعني اجيب لك قيمه كل كام؟ 1، واضغط يساوي. هروح بقى للجدول اللي على اليمين ده وانقل القيم دي بس بالترتيب، ادي 9 اللي بعدها 4، تظهر هنا على الشمال اهي بقى على اليمين معذره، دي 1 بعد كده 0 بعد كده 1 بعد كده 4 بعد كده 9. جميل كده يا باشمهندس جبت النقط بتاعتي، على طول اطلع نقطة رأس المنحنى هي القيمة اللي في النص دي، 3 على اليمين ودول 3 على الشمال، واكتبها على جنب كده يا باشمهندس، يبقى نقطة رأس المنحنى 2 و0. من قبل ما ارسم عايز معادلة محور التماثل، قلنا معادلة المحور التماثل هي السين بتاعت نقطة رأس المنحنى
يبقى المقاسين بتساوي 2. بيقول لي عايز منك القيمة العظمى أو الصورة يا باشمهندس. قلنا لو السين تربيع دي موجب يبقى أنا بالنسبة لي الرسمة بتبقى 7 فالقيمة بتبقى صغرى، يبقى أنا هنا بالنسبة لي عندي قيمة إيه؟ صغرى، لأن السين هنا موجب، يبقى الصورة بتساوي كام؟ بتساوي 0 يا باشمهندس. خلاص تعالى بقى نروح نرسم رسمتنا. هقسم الشبكة بتاعتي أهو بالشكل ده كده. أنا عايز على السينات من السالب 1 لحد 5 دايما نرسم على القد، مش هيحاسبك على الرسمة دي. بعد كده الصاد انا رايح لحد 9، يبقى انا عايز الصاد تبقى طويله شويه كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جميل جدا. هنا يا باشمهندس بيقول لي سالب 1 مع 9، بعد كده 0 مع الـ4، بعد كده الواحد مع الواحد، بعد كده الاثنين مع الصفر، بعد كده الثلاثه مع الواحد، والاربعه مع الـ4، وبعد كده الخمسه مع الـ9 تاني. هرسم بقى كده يا باشمهندس المنحنى بتاعي بالشكل ده كده، يبقى انا رسمته يا باشمهندس. خلاص جميل جدا. نقطه راس المنحنى زي ما انت شايف هي كده 2 و0 زي ما جبناها، قلنا القيمه اللي في النص. معادله محور التماثل هو المعادله المستقيم اللي بيقسمها الجزئين قد بعض اهو، عند الاثنين قسمها الجزء على اليمين زي الجزء على الشمال، يبقى بالنسبه لي س بتساوي 2. القيمه الصغرى لان المنحنى عامل شبه 7، فاقل قيمه هنا بتبقى صغرى. لو المنحنى عامل 8 يبقى قيمه عظمى لان دي اعلى نقطه فيه، يبقى هنا عندي قيمه صغرى وقيمتها بتساوي 0 اللي هو بالنسبه لي صادات راس المنحنى. جميل جميل كده يا باشمهندس، يبقى خلصنا النموذج رقم 6 او الامتحان رقم 6 جبر و6 هندسه باذن الله النهارده. باذن الله هننزل بكره السابع والسابع برضو زي ما احنا متعودين. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. ريت لو استفدت اشترك في القناه وفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا رياضيات، وشكرا.